مساء الخير، حلقة الاثنين البوصلة. نكمل اللي بدأنا امبارح لأنه مهم جدا ولأنه دقيق للغاية، فعايز أقوله يعني عشان نفهمه كده بالراحة. خلاصة للي متابع مش هلخص، يعني للي مش متابع مش هلخص. خلاصة اللي قلنا امبارح يتلخص في ثلاث نقط: أن التحريمات في القرآن أبدية أزلية، وأن العبادات كذلك، عشان يريحوا نفسهم الناس اللي إيه المتحمسة. العبادات والتحريمات ما عندناش، يعني هي كده كده ما نزلتش في ظرف زماني ولا في ظرف اجتماعي ولا تقرأ أي قراءة تانية، فهي زي ما هي. الحرام حرام ليوم القيامة، والعبادة اللي فرضها ربنا على أول مسلم في الأرض من بعد الرسول يعني هي العبادة اللي هينتهي بها أي آخر مسلم في هذه الحياة. المعاملات شرحت اللي شرحته كله امبارح، هيتبقى برضو منها القاعدتين اللي طلعنا بيهم عشان نلخص بس الثلاث نقط. الأولى قلناها، واحد، أن المعاملات التي يمكن أن يسمح لنا النص نفسه ويسمح لنا العقل والمنطق ويسمح لنا أفعال شفناها من بعد الرسول من الصحابة الكبار أن نتحرك في خلالها وأن نقرأها قراءة جديدة ومعاصرة، هي العلل العارضة أو الوضع العارض وليس الأصيل الثابت. يعني كل ما هو أصيل وثابت في ملتصق بالحالة الاجتماعية للإنسان، الإنسان بالعموم أو الإنسان المسلم، وبالتالي بحياة الإنسان الشخص من ما نزل على مجتمع النبوة فهو أصيل وثابت. كل ما هو يمكن تغييره كوضع مجتمعي قابل للتغيير، عارض تماما ولو استطال سنين وقرون لكنه عارض، أو أن النص يرنو ويهدف لتغييره أصلا، يبقى ده يمكن أن أتحرك من خلاله بشكل ما في قراءة أخرى، مثل ما فعل عمر في الحلين. حل مداء عالي جدا، المنطوق والمقصود أهم من المنطوق، زي حكاية السرقة أو حد السرقة، وحل تاني موازي ليه في السمو والتقدمية، إنه شاف إن المؤلفة قلوبهم لم يعودوا هؤلاء الناس فرفضهم، قالوا له الآية قدامك، قال لهم الآية بتتكلم عن الناس غيركم ما بقوش موجودين. يبقى إذن الوضع الذي نزل عليه القرآن هو تغير، ما بقاش فيه مؤلفة قلوبهم، فأصبح عند عمر وعقل عمر لم يصبح لهم نصيب. وأنا اديت مثلا امبارح، ودي قاعدة تانية. القاعدة التالتة، وركزوا في اللي بقوله، معلش طلب غلس بس لازم، إنه الآية لازم دي نفهمها النهاردة بقى، دي مالهاش علاقة لا بالأوائل ولا بال، يعني ده أنا اللي بقدمه لكم، يعني أن هناك فرق كبير بين أن نأخذ حكم الآية وننظر إلى معنى عميق أو ثاني أو ثالث أو رابع بضوابط اللي قلنا عليها فنستقرئ لها معنى يوافق حياتنا أو يوافق الإسلام الذي نتخيله بالمناسبة يعني، وفي فرق بإني أخذ الآية ومجتمعها. وركزوا عشان دي امبارح انا قلتها كتير جدا، بس الايه ما لناش علاقه بمجتمعها، يعني الايه لا تفرض عليك مجتمعها، لان مجتمعها ده يخصهم، مجتمع لا يقرا. فانا ما ينفعش، وبدي مثلا بشهاده المراه على مساله العلل العارضه التي تزول، وفي نفس الوقت النقطه الثانيه والثالثه اللي هي مساله الايه ومجتمعها، الاثنين دول بيتمثلوا في موضوع شهاده المراه اللي قلناه. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، دي ده مجتمع الايه مش الايه، يعني ليس حكم الآية، ده الجملة العارضة دي الاستطرادية دي في النص. ليه؟ هو بيقول ليه ربنا فرج وامرأتان؟ ليه؟ لأن ده مجتمعهم اللي المفروض نصلحه، بل إن الرسول نفسه صلحه في المدينة، اللي هي فكرة تعليم أمته، تعليمها الكتابة والحساب. يبقى الآية لا تفرض عليك المجتمع اللي معاها، المجتمع بتاعها احنا مالناش دعوة بيه، هم ليهم كل الاحترام، بس انا مالي ان هم ما بيعرفوش يكتبوا ويقروا، او انا مالي ان المراه فيك بعمومها ملهاش علاقه بالكتابه والحساب والاموال. إذن القواعد هي اللي بقولها عشان تبقى علم بنقدمه. كيف يمكن، ما هي المساحه، حدود المساحه التي يمكن ان ننظر فيها الى ان النص نزل على مجتمع بظرف اجتماعي معين، اللي هي النقطه الثالثه في اللي هنستقرئ بيه القران للي شاف الاسبوع اللي فات شرحي. حدودها الاثنين، واحد أن يكون الوضع قابل للتغيير وحسن، يعني كويس أنه يتغير. اثنين، أن يحث النص
أو يفتح الباب على الأقل على هذا التغيير، لأنه في سبيل ارتقاء الإنسان. يعني مش حاجة وحشة التغيير، مش لأوحش. يعني عمر لما منع المؤلفة قلوبهم منعهم ليه؟ هو منعهم عشان أصبح إعطاؤهم ظلما، والنص يهدف للعدالة، فأصبح ما ياخدوش من نصيب السبعة الآخرين، فما ادهمش لأنهم بقوا مجموعة من بلغتنا النهاردة من النصابين، فقال لهم روحوا مالكوش عندي حاجة. تمام؟ يبقى احنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا، حدود قراءتنا لمسألة قراءة النص القراءة المعاصرة ليها حدين. واحد، أن يكون العلة عارضة يمكن أن تتغير. الستات ما بتعرفش في الحساب، طب اتعلمت، وفي كده كتير. اتنين، أن يكون النص إما يحث على هذا التغيير، زي موضوع التعليم. أكيد هتقولي أكيد منين، هو في النص بيقولوا النبي على تعلموا، ده مقصد إنساني عام فعله الرسول نفسه من غير ما يقوله النص حاجة. جاب الأسرة وخلاهم يعلموا المسلمين، كل واحد يعلم 10 يعفي عنه، فهو مقصد إنساني في النص. لماذا لا تتعلم الناس أو النساء بالذات؟ اتنين، إنه يفتح الباب لده على الأقل إن لم يحث، يعني ليس التغيير فيه مشكلة. ندي بقى مثل على الثلاث نقط كلهم. الأولانية مش مهمة بالنسبة لنا، مش مهمة، قاعدة خلاص. التحريم والعبادات أزلية أبدية، ده موضوع منتهي. فالنقطتين الباقيين هم اللي نشتغل عليهم بقى عشان نفهم يعني إيه الظرف الاجتماعي اللي أنا شرحته قبل ما نشرح موضوع المرأة، أو الأسبوع اللي فات لما شرحت الأربع نقط اللي هنقيم عليهم قراءتنا المعاصرة للنص، عشان يبقى بتقدمه على حدود وعلوم ونقط ما فيهاش مشاكل. المهم نرجع لموضوع. مثلا أنا هوريك دلوقتي صورة هيدخل فيها النقطتين بل أكتر منهم، النقطتين اللي حملونهم في مسألة الظرف الاجتماعي، اللي هي صورة اللي قدامكم على الشاشة، صورة المجادلة. تعالوا نقراها مع بعض. بصوا، أنا مش دعوة زي ما قلت لكم مرة بحكاية أسباب النزول والحاجات دي، احنا مناش دعوة بيها خالص خالص. احنا لينا دعوة بالسياق الداخلي في النص، زي ما قلت لكم في شرح الأسبوع اللي فات، إما السياق الداخلي يحكم أو المضاهاة بما يسمى تفسير القرآن بالقرآن، واللي علمنا كده الرسول مش أنا. نقرأ بقى. بص يا سيدي، ربنا بيقول أنت هتفهم الواقع لوحدك من غير ما يقولوا لك مين دخل ومين عمل وكده. ربنا بيقول سورة المجادلة طبعا، بسم الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. واضح الكلام، ربنا سمع الرسول طبعا، هو سميع بصير. المرأة دخلت عليه بتقول له وقع معين. ركز بقى عشان تعرف يعني ايه تغير المجتمع نفسه مش تغير النص، فيفتح لينا باب اما قراءة النص قراءة معاصرة او ان يحال النص الى ايات التعبد. يعني لم يعد الحكم له على الارض شيء، ليس لعيب في الحكم معاذ الله، لكن عشان الحكم الوضع المجتمع ما بقاش موجود اصلا. الاثنين في الآية دي. فالمهم تاني آية بتقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، خلي بالكم الكلام، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ده المعنى اللي أنا عايزه، غير بقى الآية التالتة هتدينا معنى تاني. كان أيام الرسول واحد بيقول لمراته، مش إن هي طالق ولا ان هي مش عارف ايه زي اللي طلعت جديده موضه دي عليها الطلاق. طبعا انتوا يعني في 3 مليون فتوى على عليها الطلاق، بس لو عرفتوا حقيقتها هتزعلوا قوي. مفيش حاجه في الدين اسمها كده، ده اختراع من شخص ما في التاريخ اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي، اقنع بيه الناس انه يحلفوا عليها ان البيعه بالطلاق، البيعه لواحد معين في الدوله الامويه انتوا عارفينه، فاقنعهم يعني لو ما لو خلف البيعه يبقى طلق مراته. يعني هو هيمشيت في التاريخ جميلة، يعني مش عايزين نفتح الموضوع ده. المهم الطلاق المعروف، فكان هو بقى ساعتها بيقول لها حاجة موروثة أو مجتمعية من حياتهم. هو ده ودي نقطة أرجوكوا انتبهوا ليها. القرآن نزل أبدي أزلي، لأن ربنا أزلي أبدي، لكن في النهاية في بعض الآيات بيخاطب فيها مجتمعه، ما ينفعش ما يكلمهمش بخصوصية اللي عايشينه، لازم تحطوا دي ببالكم. بيخاطب مجتمعه بيصلحه حاليا آنيا، لأن المجتمع نفسه كان فيه فساد. فمش معنى كده أنه هو ما بقاش أزلي أبدي، لا، في بعض الآيات نزلت في مكة وفي المدينة تخص المجتمع ده
فقط، لأن الحالة اللي بتقروها دي اللي هشرحها لكم دلوقتي انتهت. فببساطة كان بيقول لها الشخص، بيقول لمراته أنت علي كظهر أمي. والمفهوم أدبا أن ظهر الأم يعني فكرة إقامة علاقة، يعني الكلمة المؤدبة لإقامة علاقة محرم بالإنسانية قبل الدين على الولد. فهو كده قال لمراته أنت محرم عليا، بس مش محرم عليا كده، لا أنت بصيغة كانت أياميها اسمها الظهار، أن يقول لها هذه الكلمة نصا، أنت علي كظهر أمي لا ألمسه. يعني خلاص ما بقاش في علاقة زوجية جسديا، لكن ممكن تبقى ما زالت مراته مش طلاق. هطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم. بصوا بقى، طيب فالمرأة دي عمرها ضاع كإنسانة مسلمة، ينزل عليها قرآن طبعا وينزل فيها، فعمرها ضاع مع هذا الزوج. وبعدين لما هي ده المفترض ان هي قالته يعني للرسول، ولما خلصت عمرها يعني خدمة او اخلاصا لهذا الرجل، قال لها انت عليك ظهر امي، انا ما جيش جنبك تاني خلاص. فربنا ايه التحلة يعني، ازاي يرجعوا في كلامهم ده عشان ما يبقاش كلامه خلاص. فراح قال لهم بقى الحكم التالي. الحكم التالي هيدخلنا في نقطة رقم 2 لشرح مسألة ان المجتمع تغير. بص بقى، فقالوا الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني لمسها تاني كامرأة تشتهى زوجة. وبعدين قال الآية التحلة بقى، يعني كيف يرجع عن كلامي هذا. قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس يلمسوا بعض، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هنكمل دي مهمة، بس هقول لكم حاجة على موضوع الظهار. شوفوا بقى دلوقتي دي آية، ده حكم ولا مش حكم؟ حكم. فينه؟ فين الحكم؟ عشان بس يبقى المثل عملي. ده اللي في النقطة الثانية والثالثة، أن الوضع الذي كان مجتمعيا عارضا وليس أصيلا، مش مفهوم قوي في الحالة الإنسانية موضوع الظهار، أكيد وضع مجتمعي، لكن اللي باقي في الحالة الإنسانية على الأقل في الإسلام فكرة الطلاق، أن شخصين لم يعني يرى أن حياتهم ممكن أن تستمر، فاستحالت العشرة بينهما زي ما يسموها دلوقتي، فقال لها نتطلق على الأقل في الإسلام. إذن الطلاق باقي ليوم الدين، إذن ده وضع أصيل، وكل أحكامه التي متصلة به وضع أصيل، وياريتها بتتعمل بالمناسبة. يعني أغلب القوانين ما استقتش من القرآن نصا، استقت من المذاهب الأربعة، وانتوا عارفين محاكم الأسرة في بلادنا العربية كيف تعاني، لأن المذاهب الأربعة لم تستقي روح النص وهي بتتكلم عن أحكام الأسرة، بس ده موضوع بعدين. نرجع بقى للموضوع ده، الظهار فين؟ هو ده بقى اللي بقول لكم عليه عملي. الوضع اختفى، الوضع اللي على الأرض اختفى، ما بقاش في حد بيقول لحد أنت عليك ظهر أم، هو بيقول أنت طالق على طول، أو بقى الجديدة الموضة، الموضة اللي ملهاش لازمة دي اللي هي عليها الطلاق. المهم ما فيش ظهار. إذن هذا الحكم الذي في القرآن أصبح آية للتعبد، زي كلمة المؤلفة قلوبهم، عشان ما هي يقعدش أنا بقلد عمر يا عم، عشان ما يقولوش ده إسلام. عمر خلى الآية على الأرض، ما بقاش موجودة المؤلفة قلوبهم في نظر عمر ونظر من بعده أو من بعده. إذن بقت آية للتعبد، أنا بتعبد بالآية طول العمر آية من القرآن، لكن مجتمع هذه الآية أو الوضع العارض ليس الأصيل في هذه الآية انمحى من الوجود، فبالتالي هعمل دلوقتي حكم الظهار في مين؟ المثل التاني. خلينا نكمل نفس الآية. الحكم اللي ربنا عايز يفرض بيه التحلة يعني بيقول إيه؟ بيقول والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. خلي بالك دي رقبة بالعموم. جميل، ايه بقى حكاية الرقبة دي؟ فواحد يقول لي يفرج يعني يخلي عبد يحرره. جميل، ده عشان حكم ديني انا بعمل ده. فقال ايه بقى؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى، فمن لم يستطع مش يجد فاطعام 60 مسكينا. جميل،
ركزوا معايا والنبي، ولو دققنا فيها معلش، لان ده اصل مهم جدا في اللي هنعمله كله. هو ربنا لما قال بعد ما قال تحرير رقبه فك عن عبد، يعني حرره، قال فمن لم يجد، يجد ايه؟ يجد انه يمتلك عبد. في ايامهم كانت مفهومه كده قدامك اهو، لان المجتمع ده كان فيه غني وفقير، وبالتالي الفقير اقرب انه ما يبقاش عنده هذا العبد او الخادم يعني، بس كان ساعتها مستعبد، فبقى عند الاغنياء. طيب لو اللي ظاهر مراته ده فقير، فربنا بيقول هنا فمن لم يجد. يجد هنا ايه؟ يعني العبد موجود قدامه بس ما عندوش ملكه، مش ملكه، يعني هو ما عندوش عبد اصلا. يبقى انا يا رب انا مش غني عشان يبقى عندي عبد، يبقى الحكم ده حاجه انا بعديها. فقال بقى فمن لم يجد فصيام شهرين. اطلع بقى 1000 سنة لقدام ولا 1000 وشوية مع السيد الفاضل ابراهام لينكولن، الله يرحمه رحمه واسعه، بتكلم جد، اللي حث الامم والشعوب على مساله الغاء الرق. وده من الاباء المؤسسين بيعتبروه في الامم في امريكا يعني، ولو من مش بعيد زيهم يعني، مش من 300 سنه قبله. الغي الرق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وما قبله قليلا. فما بقاش الوضع المجتمعي ده اصلا موجود، مفيش حاجه اسمها عبد، احنا اللي لغيناه. واحد، ركز معايا، هل ده معانده للقران؟ لا. نرجع بقى للنقطه الثالثه بتاعتي، ان الايه تفرض حكما ولا تفرض عليك مجتمع الحكم، يعني فاتح الباب لتغييره بل انه يحث على تغييره. واظن ما حدش يقدر يقول ان ربنا ما كانش عايز يغير موضوع العبيد، لأنه وضع مزري ومؤسف لا يتصل بقيم العدالة الإنسانية. إذن الله يريد العدالة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أكثركم حرية أو استعباد، يعني هو عايز الناس سواسية. حلو. طيب هو نزل حكم على ده، فربنا هنا لما بيقول فمن لم يجد للقدام يفهموه على إنه أنا ما عنديش فلوس أجيب عبد. لينا النهاردة نفهم أنه فمن لم يجد عبيد أصلا لأنهم اتحرروا. جميل. نخش بقى على السؤال الأهم، وده اللي هيدي المثل الكامل على اللي بقوله بقالي يومين. طيب هو ربنا ما كانش عارف بالناس بقى اللطيفة اللي على الإنترنت دول إن العبيد هيتحرروا ولو بعد 1000 سنة؟ مش هقولك بس إنه كان عايز يحررهم من أيامهم، لكن طبعا ما تقدرش تصدم المجتمع بكده. الصدمة دي على فكرة ربنا عامل المجتمع المكي والمدني بإنسانيتهم مش بالأوامر. مش هقدر اصدمه واقول لهم اتبرعوا بكل فلوسكم، ما هو العبيد دول كانوا ساعتها ثروه. لكن فتح الباب، اعمل ده فتحرير رقبه، اعمل ده فتحرير رقبه مؤمنه. وهقرا لكم دلوقتي الايات لسبب ما. نوصل بقى للسؤال الاهم على الاطلاق. احنا لغينا الوضع المجتمعي ده ليس معانده للقران، لكن تماشيا مع عدالته، عدالته التي كان يريدها من اول يوم. طب ما عملهاش من اول يوم؟ ده السؤال بقى. هيسالني تاني السؤال اللي هو الشخص اللطيف اللي على الانترنت اللي عيني بوظله دماغه. ربنا ازلي ابدي ويعلم الغيب. طبعا. طيب ما كانش عارف على طريقتهم يعني، مش بقول انا، ما كانش عارف ان العبيد هيتحرروا، كان عارف ان العبيد على ايد ابراهام لينكولن، وعارف الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وعارف كل شيء، انه اخيرا وصلت الانسانيه للحريه الكامله والمساواه. حتى لو تفاضلنا في الاموال، انا بتكلم هنا عن استعباد وحريه. دي ما لا يقاس عليها. السؤال، ربنا كان عارف، طب ليه نزل حكم على هذا المجتمع؟ حكم في القرآن لأن ده مراد ربنا من المسألة، أن بعض الأحكام في القرآن تختص بإصلاح المجتمع الذي نزل عليه النص دون غيره. لأن المجتمع ده هو المجتمع المؤسس، مؤسس الإسلام كله، لازم أصلحه ولازم أنزل عليه أحكام زي الظهار اللي في أول الآية أو في أول السورة اللي هي أنت عليك كظهر أم، ونزل عليه حكم في ده وفي غيره عن تحريره الرقاب اللي هي العبيد، رغم أن أنا ما فرضتش عليهم، لكن عايز أخدهم كده زي ما بيقول واحدة واحدة عشان نحررهم كلهم ونستغني عن هذه العادة البغيضة، وأن الناس خلق الله بني آدم سواسية، وبعدين نصل للعدالة التي يرنوها النص أو يهدفها النص من أول يوم. إذن ده مثال عملي على اللي بقوله بقى اليومين. النص هنا اولا العله العارضه تغيرت، انه ما بقاش فيه عبيد او ما بقاش فيه ظهار، الظهار خدوه على اي محل. 2 ان الايه تفرض ولا تفرض، يعني تفرض عليك مجتمعها. اذا ربنا هنا نزل الحكم وهو يعلم الغيب انه هذا الوضع سيتغير، لم يعد هناك عبيد.
فلما قال فمن لم يجد هناك قالها لمعناهم هم على انه معهوش فلوس يجيب عبد، لان العبد ده كان بتاع البشوات يعني. في مجتمعنا احنا فمن لم يجد عبيد اصلا، لان الموضوع انتهى. وقص على ذلك، قيس على ذلك، ده يعني ده قراءة مهمة جدا ومثال عملي لمسألة الظرف الاجتماعي في النص القرآني. يبقى إذن السؤال بقى قلناه امبارح، هل النص كله تاريخي؟ لا طبعا، أعوذ بالله. هل بعض الآيات كانت تختص بمجتمعها دون غيره لإصلاحه هو؟ طبعا 100%، والمثل قدامكم. طب الآيات بتاع تحرير الرقبة دي، هديكم مثل كمان حتى لو الوقت ما كفاش، عادي احنا الموضوع ده مهم وهندقق فيه. بص، في آية بعديها بتقول ايه عن مسألة الدية، قتل الخطأ يعني. ربنا بيقول ايه في سورة النساء في الآية 92، بيقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما يقدرش إلا غلط، ماشي بالحصان فما يعرفش ان هو نايم فقتله. بتكلم جد، اللي هي دلوقتي العربية بيفتح باب أسانسير مش عارف مين وقع أي حاجة، المهم انه ما يقدرش. والمؤمن هنا مفتوحة على المعنى الكبير، ليس مؤمن بالإسلام فقط. أي إنسان يقتل ظلما، بدليل ركبوا القرآن على بعضه، ومن قتل نفسا بغير نفس، إذا أي نفس، فمحدش يقول لك انه هنا عنصري يعني مؤمن، لأي حد مؤمن بديانة فهو مؤمن، خلاص. بيقول ومن قتل مؤمنا خطأ، نعمل بقى فيه ايه؟ بص بقى أول حكم، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم. وبعدين بيكمل بعديها بشوية بيقول إيه بقى، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وبرضو وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الأولانية تحرير رقبة بس، والتانية تحرير رقبة فمن لم يجد. في الحلين دلوقتي ما بقاش فيه رقبة، نعمل ايه؟ نعمل هنا بقى قراءة النص قراءة اخرى، ما بقاش فيه رقبة يا رب. فاحنا نقول ايه؟ الفكرة بتاع تحرير رقبة دي عايدة على صاحب الفلوس، صاحب المقتول، ولا على اللي قتل خطأ؟ عايدة على اللي قتل خطأ، وعايدة على التاني، يا ترى مين فيهم؟ هي مش عايدة على واحد فيهم، عايدة على الرقبة نفسها، لان هو اللي اتحرر مالوش اي دعوة بالموضوع. يبقى اذا ربنا كان عايز يحرر الرقاب ولو مالهمش دخل، بس قربة إلى الله إن أنت تفرج عن واحد عبد مستعبد عندك رقبته في إيدك، وده وضع خاطئ. فده أول مقصد من مقاصد النص، هو عايز يغير الوضع المجتمعي اللي نزل على الحكم أصلا. لكن حد قرأ كده في فقهاء القدامة؟ طبعا مستحيل، ده في كتب، كتب يا أستاذ، كتب والله، عن إزاي تشتري العبد، كتب من التراث، وإزاي تشتري العبدة والأمة، تكشف عليها إزاي، وإزاي تكون بتغني وصوتها كويس وسنانها نضاف وسنانها لونها حلو وحاجات كده يعني، بلاش نحكي. المهم انهم لا او غالوا في ده وما شافوش مدلول الآية العظيم اللي بيقول افتحوا الباب لتحرير الرقاب. وبرضو في بقية الآية راح قايل وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد. فمن لم يجد هنا بمعناها انه معهوش فلوس يجيب عبد، وبالتالي فمن لم يجد ايامنا ان ابراهام لينكولن حقق مراد ربنا. أنا بتكلم جد على فكرة، اللي ما حققوش السادة الفقهاء اللي بينهم النص العظيم ده، واللي ليه النهار غالبا فتح يعني عيونهم لو بتبص بس، إنه مش عايزنا يبقى في عبيد متبقين. لكن اتبقوا العبيد، حتى الدعوة ما طلعتش من المسلمين أصلا، أصلا يعني ابن حزم الأندلسي حرر الأمل اللي كانت عنده وما اتخذش عبد أبدا، ده كده من نفسه شياكة باشا فهم. وعلى ذلك ابن حزم مجنب من التاريخ السني الإسلامي، وبل إنه حبها أساسا الأمة. لكن حضرتك يا فندم لحد سنة 1930 هنا في مصر وفي أنحاء الوطن العربي، وعلى فكرة ما بعده كتير جدا لحد وقت مش بعيد في بلاد أخرى، في عبيد تنزل تشتريهم. يعني كان أولى حتى على المسلمين التابعين أو السادة الفقهاء إن الحكم ده الدعوة إليه إلى إلغائه تطلع من عندنا. ده بيقول لك يا أستاذ، بيقول لك تحرير رقبة، وهو الرقبة دي ليها دعوة باللي اتقتل ولا اللي مقتول؟ مالك أنت؟ الدية المسلمة خلاص، دفعت فلوس. طب الرقبة عشان حريته هو، فكأنه قربة إلى الله. شوف العبقرية في النص. لكن محدش انتبه خالص غير لما فرضها عليهم فرض إبراهام لينكولن، ولما فرضتها الأمم المتحدة فرض،
لان انت هتسيب ازاي ستات حلوة وبتاع وناس بتروح هنا وهنا وبلاد بيغزوها مش بيفتحوها، أرمينيا والحاجات الحلوة بقى. فانت تيجي تقفل الباب ده وتقول القربة الى الله، ان اشوف ان جوه النص بيقول لي حرر كل العبيد، اعوذ بالله، حد يعمل كده؟ هو طبعا ما عملوهاش، ربنا يكرمهم يعني. ده مثل لسه طبعا هنكمله، مهم جدا عملي اهو، ازاي نقدر نعمل الثلاث نقط كلهم، قراءة النص في الظرف الاجتماعي، وظرف الظرف الاجتماعي هو الذي تغير وليس النص، وازاي يعني تحال الآية إلى أن تكون آية تعبد، وازاي أن تفرض الآية لا أن تفرض مجتمعها، وتفتح الباب لتغيير هذا المجتمع اللي هو أظنها أغلبها اللي هنغيره أو بنغيره أو تغير في حياتنا عادات سيئة زي تعليم المرأة وعدم تعليمها. إحنا غيرنا أنها تتعلم فبقت مش بتتلخبط في الشهادة، سهلة، وأكيد ده مراد الله يوافقه أو هو اللي يوافق مراد الله. وغيرنا وضع الظهار، ما بقاش حد يقول لمراته الكلمة السيئة دي، وغيرنا وضع العبيد، فما بقاش في واحد اسمه شغال عندي أو شغال معايا باللغة المؤدبة، لكن مش عبد عندي، عبد لربنا بس. ده الإسلام اللي احنا عرفه، ودي مثل هنكمله بكرة في حاجة مهمة على مسألة إعادة قراءة النص. إنما طبعا كالعادة يعني الكلمة الأثيرة اللي حصل 1400 سنة أو 1300 كان كويس تمام، يعني كان يخصه. مهم، أشوفكم بكرة.